وين بيبراك؟ صافا كيف الحال؟ والله الحمد لله، والله انت بخير. والله الحمد لله اخويا. كيفاش خويا سفيان؟ الله لاباس؟ انا عندي بزاف نتابعك، وكل ما نجي نطلع من داك نخرج من داك راك تعرف. ماشي مشكل، مرحبا بك. مش مغربي؟ لا لا، جزائري جزائري. مرحبا بك اخي ديال الجزائر. اش من ولايه انت؟ يا في دي سي، واشنطن دي سي. اوه دي سي، مزيان مزيان. دي شحال سي انت شحال انت في امريكان؟ عندي تقريب سنة وشوية يعني جديد. جيتي قرعة؟ قرعة. شكون اللي لقيتي، شكون اللي سبونسورك ما ضمك؟ درت هوست، انا ما سبونسوريزانيش، درت هوست واحد صاحبي ودرت دراهم في الاكونت عادي نورمال، ما درتش سبونسور. حيت انتم خاصكم ضروري سبونسور، ما ياك؟ هي شوف، هي سبونسور كما يقول لك شغل، تضمن الفيزا ولا 100% كي يكون عندك سبونسور، ما تسحق لا دراهم لا. مي كي تكون داير هوست في الاكونت لازم يليق لك تكون داير شغل صوم كبيرة معايا، شحال تقريبا؟ واحد مينيموم واحد شحال، واحد 10,000 12,000. 10 مليون مغربية، يعني 10,000 دولار. دولار هذه هذه السينجل، ولا شي واحد اللي مجوزين شحال؟ بزاف. 15,000 دولار. تقول لي ديروا في الكونت ديالك راك معايا خويا، وتعاود ترجعوا للناس راك معايا. انت مو فيك هوست برك، واحد اللي يستقبلك برك، هذا الادرس تاع تسحق ادرس برك. خاصنا حنا ادرس، يعني شي واحد اللي يعطيك ادرس وكا ديال السكن وصافي. وفاش جيتي، شنو اول خدمه خدمتي؟ اول خدمه خدمتها خدمت في 7 11 مع واحد باكستان. لقيت راسي مع الشراب وكذا منه، وانا خاطيني الحمد لله، انا انسان برافو. نصلي وكذا الحمد لله. انا ما قبلت، قلت له هضرت مع البوس هذا، قلت له وشنو باغي دير في المستقبل ديالك؟ شنو باغي تخدم على في ميريكان؟ اورجانيزاسيونال، ابي نشوف كاش خدمه في الدومين. الحاجه اخويا سفيان راني حاب ننصح بها جميع واحد طالع لامريكان. مرحبا. عادي على 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 حساب انا وعلى حساب هذا العام وشويه راني مجوزو. الحاجه اللي ننصح بها الناس اللي تفتح لك بزاف بيبان سي بيها هي اللغه، خاطر علاش البراكتيك وكذا ومنه هادو كلش يجوك مع الخدمه. خاطر ميم كي تكون خدام في الجزائر تكون عندك شويه كيما نقولوا عندك في راسك وكذا، بصح الخدمه هذيك توجور تكون عندك جديده معايا خويا. تسمى معاك كي تبدا الخدمه ويوروا لك الناس. هنا في امريكان تحب تتعلم يعلموك، هنا الامريكان لازم ما تحشمش تسقسي كذا يوروا لك كلش. فالحاجه اللي لازم يبازي عليها سي بيها اللغه هنا. تماما. اللي بغيت نسولك دابا بالنسبه في الجزائر، اللغه الثانيه عندكم هي الفرنسي؟ فرنسيه، احنا الانجليزيه لغه ثالثه. تقراو انتم الانجليزيه في المدرسه؟ بقاش كيبداو يقريكم؟ يقرونا من المتوسط، سنه اولى متوسط، يعني في الابتدائي نبداو نقراو من السنه الثالثه فرنسيه، من بعد من السنه اولى متوسط، من بعد الثانوي، من بعد الجامعي. في المتوسط نبداو نقراو انجليزيه. انتم في الجزائر كتشكوا من اللغه الفرنسيه، ما كتحملوهاش؟ ماشي ما نحملوهاش، مي كي تجي لهنا الماريكان تقولوا كان غير تعلمت اونجلي ما تعلمت فرنسي. تنظن من اسباب الجهل ومن اسباب بزاف ديال الحوايج ومن اسباب ديال الناس علاش ما دايرين شي حاجه في الغربه، لانهم صعيب يوليو عاوتاني يتعلموا لغه اخرى وما يتعلموا لغه اخرى. ايوا هذا هو كما يقولوا ذا بيج بروبليم. طيب الله يدير الخير. ودابا دابا ساكن مع الجزائريين ولا كاريب واحد؟ لا لا، جا كاري مع يخدموا معايا مصريين. لا لا مصريين. مصريين. نعم. مزيان مزيان. ومرتاح في ديك الولايه؟ عجبك واشنطن دي سي؟ والله صافا الحمد لله، بور لو مومون الحمد لله. مالغري شغل غلات الكرا غالي وكداك، فاهم بالكابيتال وكداك معايا. ولا شنو كريم بيت؟ لا لا، شغل هاوس صغير هكذا، وان باد كم بيت؟ في تو باد. جوج يعني انت يعني ساكن غير انت وشي واحد؟ جوج بيت؟ انا واحد ده. وبشحال كريم ديك البلاصه كامله؟ 1000 وشويه. يعني كتجيكم شي 550 دولار الواحد؟ ايوا 550 دولار، بصح البلاصه ماشي مزيانه بزاف راك معايا. جيتي في شي حي خايب؟ شويه ماشي حاجه، بصح على حساب اللي اسمه، مادام يكون رخيص حاب يقول الحي يكون شويه خايب. برافو عليك. شو اسمي بعدا؟ مالك؟ مالك. مالك.
برافو عليك، مشرفين اخويا مالك. اخويا الله يحفظك خويا سفيان، و اتس بليزر براذر. الله يحفظك، تحياتي الله للناس. يحفظك خويا، السلام عليكم. الصحة اخويا، مع السلامة.